تيم 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 ورا فلش راسه هولي ذات الشاقة ذات الشاقة العيد خلاص خلصت سوالفه خلصت زياراتي هسه ارتاحيني راح نقعد نسوي فيديوهات مثل قبل بنفس الوقت البثوث هم رجعت فتقدرون تتابعوني على الفيسبوك اليوم راح اسوي البثوث مالت الظهر ومرات بالليل فعلوا جرس الاشعارات على مود اي مره اسوي بث مباشر على الفيسبوك راح يجيكم اشعار وبنفس الوقت كل يوم جمعه راح يكون بث على تويتش راح نشوف هناك الدعم شلون راح يصير وان شاء الله اذا اكو دعم حلو راح نكمل هناك بايام اكثر المهم اليوم راح اعطيكم الاكسن 4 بس بطريقتي يمكن اكو ناس مسوين مثل طريقة اكو ناس تسوي غير شيء بس انا راح اقول لكم ليش دا استخدم هذا الكلاس بالضبط وشنو فرقه عن الباقيات فبالملخص الحكي راح تخلي البيرل الاخيره لان انت ما راح تحتاج اي بيرل ثاني تعطيك شويه دمج اكثر لان السلاح راح استخدمه اغلب الوقت بالمسافات القريبه كلش والمتوسطه من هذا الكلام كله واكيد راح تستخدم وياه سنايبر وبنفس الوقت تخليه للاي جي سي سوبرسر انا ما ادري ليش جربت السلاح بدون الاي جي سي سوبرسر عبالك ما يدمج كلش كلش مهم هذا السوبرسر على مود تسوي السلاح افضل راح تخلي راندو بال 60 طلقه كالعاده وتخلي اخر ستوك على مود يصير سلاح مثل الاس ام جي كلش سريع وخفيف بالاخير لازم تخليه سكوب انا جربت بدون سكوب سلاح غير قابل للعب يعني الا كان كلش كلش قريب عليك هنا أنا يختلف الوضع وانا اقول لك السلاح بدون سكوب المسافات اللي كلش لزق بيك راح يكون افضل من السلاح عليه سكوب بس هذا الشيء ما راح يفيدك لان انت اغلب الوقت مواجهتك راح تكون شويه بعيده مترتين ثلاثه اكثر وهكذا وبنفس الوقت تقدر تستخدم هذا السكوب انا اشوف هذا السكوب الثاني هم كلش كلش زين استخدم اثنيناتن وشوف شنو المناسب لك وباقي الكلاسات اللي شوفوه على النت اللي يحط تايجر تيم سبوت لايت ويحط هاي السوالف يوخر الاي جي سي سبريسر ويخلي رير قرب على مود يعطيك ام داون سايد هذني جربتهم كلهن وكلهن ما يفيدن عبالك يقل الدمج عبالك السلاح يصير مو زين كلش مو زين واقدر انطيك بيرل تعطيك دمج اكثر بس المشكله انه السلاح راح يصير اثقل واحنا ما نريد هذا الشيء نريد يكون خفيف عبالك اس ام جي اما هسه فخليكم ويا جيم كامل ويا صاحبي ريدك وكالعاده انا اجيب لكم الزبده مال الفيديوهات راح تتونسون ونسى من هاي الزينه ما راح اقول لك سوي لايك او سبسكرايب لان انت اذا شوف فيديو من البدايه النهايه راح تسوي لنا اياها بدون ما اقول لك بس اريدك تجيب شيء تاكله وتشربه وتستمتع باقي الفيديو ومع السلامه تحت عرفت هذا قدام كرار على من اللي ثاني دوت لي فوق ها معلم عليه تمام تمام انا باسك يمين مره هذا على اليسرى طل اكو واحد طاير بالجو الثاني موجود هنا الله حبيبي كو نايس تقول لي شو كذي صدقت عربي الله قد احب مني العرب يجون ضدي اخي احبك قتل فيهم وين هذا هم طاير بالجو كلش العالم كلها طاير بالجو قاعد طلقه بلش الدرعه اه وات ذا هيل مان اي جو جو مين ها يس يا يابه ايش هو بعطيك ارسل كفر تقدر تسوي عمش لا لا ما يحتاج اوكي كيف راح اطلع مكان راح اطلع مكان ثاني على اليسار اثنين شنو اكو واحد ثاني تقدر اي واحد راح العب راح العب يمكن ستان انت راح تلعب عندي هارت بيت تلعب هارت بيت انت شنو تلعب جوست ها عادي على راحتك اذا بتسوي بشات انت اللي تناسبك في واحد مسوي بش مره ممكن واحد واحد تيم 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 ثير بارت ثير بارت ثير بارت ثير بارت ثير بارت تيمين راح يلتف من ورا راح يجيك من ورا صراحة كبره هذا لا والله قوي بس ما حاشت في ناس باقي من حاشت اجيتك انا
تطب السحرية هاي. فأنا متقصد أشمره أنا على مود أجيب اللود أوت منه. والله جبته خربا. يجي منه أنا. هارت بيت داخل مبنى قدامك. بالبيت هذا؟ ورا على طول. الثاني على المبنى اللودات. عند اللودات بالضبط صار فوق تنه. هذا واحد. لا لا يا اللودات يا معود يمنا هذول. هارت بيت هذا مبين، هذا مبين، مبين، هذا مبين. اثنين اثنين. واحد واحد مات وق... لا لا يمك. بس واحد بقى لا تخاف. لا لا في واحد ثاني، في واحد ثاني، هذا هذا مبين بهارت بيت. صدق؟ لا هذا هو هو هذا هو نفسه. لا لا في واحد ثاني. العب هدوء، العب هدوء. كفو. مو يمكن ما متعودت على هاربيت يعني بمترات، ترى هي المترات 8 متر يعني بصفك صاير بالضبط. هذا 15 متر يعني بصفك بالضبط يعني. اتوقع اي سنايبر. بس انا طب لهم لهذول ولا لا؟ عادي عادي عادي. ثلاثة ثلاثة واحد. لزقت فيه لزقت فيه. وانش ايه كل كونفورم اسرع كل كونفورم بالتاريخ. كذب وانا كنت واحد جوهم. والله العظيم لزقت بالثاني بعد رب الكعبه. بس نصعد فوق كلش، نصعد فوق كلش. عادي عادي. خلينا نشوف لان مدى اعرف اللي يصير. في 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 احد في احد فوق اكو. دباك رمانه. هذا قدامي؟ علي من علي من. راكت اللي علمنا وش لا بعد هذا يمي واحد والله والله كفو كيف يعد وراي اي جوا عندك كفر عندي كفر لا 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 هذا قدامك 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 فوق 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 شوية اوكي تك شلتي واحد تحت بادي الثاني بداخل داخل الغرفة اللي تحت ياتم جوا ياتم جوا I need recon on my position. اوكي. ايه. تلعب الحين. انا عندي ستان. ما اشوف هذا. امور طيبة؟ ايه امور طيبة. هذا 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 طلع برا. فاشتر سيلف وجي بي اي بي. شلون شلون؟ جاوب روكن قصدك؟ لا لا لا. دمه قليل؟ وقع على اليسرى على اليسرى ايه تعاركم بيناتكم مو ليش تراس واحد اشوف انا حش نحش نحش كفو احاول اشوفه علمتك عليه ها ضربت ستون ضرب ستون ضرب ستون طب وبعدك واحد بعدك واحد عايش صاحبه اكو تيمين تيمين هنا تيمين دير بالك هارتبيت ليش ما في حد هاب دخل سياره اوكي في ضفر لا يدعمني تيم 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 ورا بلش راسه هولي شيت مان كف عليه كف كف احنا خلنا نبقى هنا واحد على اليسرى منا بلش راسه بعد اللي على يمنا شوف شوف اللي داخل هذول ارسلك ولا افرك على اليمين ها اوكي انا راح هنا الزمهم من هالجهه قاع مره له بس تبع على اليمين باع على اليمين باع على اليمين راح اضرب ديد سايلنت وعندي ستان لا تشاقه لا تشاقه قتلتهم قتلتهم ناس علي ورا كونتيرن جاي من برا ها اوكي اوكي لا شوفه سلام هذا يسمونها اذن شوت هذا فن هذا فن عظيم هسه غير ملعبنا لعب سوينا فن عظيم توقف خلينا نشوف ايش قد قاتل التيز انا ذابح 16 من 19 16 من 19 تمام حلو نايس النساوين is not good for health okay not good for health حد الآن يعني ما أدري ما أدري سبحان الله يعني اللهم يعني اللهم إني ما أدري شنو ها أرد أشوف بنية واحدة بيا خير بالديسكورد ماكو كلن لعبان نفس كلن طايح أظن
مع احترامي يعني معادل حشائر الزينات اللي انا بعد ما شاف ولا وحده. هذا السبب اي وحده تحكي وياي ما احكي وياها نهائيا يعني. من اخيس هذا السبب ما افكر ببني جيمرية وما ادري شنو هذا التمضرط كله. انه اع كل شيء. ها وين راح طلق؟ كل الطلاق رميته بيش. ايش قد بنقي ما نزل. شنو المشكله انه هن اغلب الحلوات بشكل مو طبيعي صراحه بالديسكورد البنات، يعني اغلب الحلوات في يعني يجذبك هذا الشيء، يجذبك الجمال مالتهم والاصوات مال الانمي. بس يا اخي العزيز هذا غير مفيد، يعني غير مفيد. انا تعلمت هذا الشيء بالحياه. البارحه ها الديسكورد مال الديسكورد شفت واحدة قاعدة ايه حلوة شوك شيء واثيتي قلت علي وبع اشوف انت اذا تروح هسي عادي راح تحكي وياها وتعرف انت شلون تحكي براحتك وكل شيء كل شيء تسوي بالحياة، بس راح يطيح حظك طيحة الا اختك كذب. فكان يعني بين الشيطان مالتي وبين الانجل مالتي، هذا يقول لي هيجي ثاني يقول لي هيجي. هذا اللي عندي الشيطان يعني مو كلش قوي صراحة، سيطر عليه. فقال لي هذا الانجل مالتي، قال لي شو تذكر؟ قلت لي اتذكر مع السلامة ما اسوي شيء. ولو رايح البارحة كان اليوم لابث لاسخام كل شيء ماكو. هذا سبباني انسان سيطرت على نفسه والحمد لله الشكر يعني. واد يمنا ترى اذا نبش على اللي قدامنا هاي. اوه شيت هذا هناك واحد. ار يو كيرين مي دود؟ عمين طلع قام مباشرة هذا. شكرا جزيلا. هذا الشيء الانسان يحتاج ونسة بحياته، بس اكو ونسة بها عواقب تفهمني؟ اكو شيء ونسة بها عواقب، مثلا عواقب انه عقلك يقوم ينشغل او تقوم تفكر. ترى اللي عقلك يعني كل وقت يفكر بيه هذا شيء مو زين، يعني اذا في شيء عاوي ركز يعني عقلك يقوم يفكر بيه هذا شيء مو زين. اشياء بيها عواقب مثلا هو النساوين كلها عواقب طبعا يعني اكيد، وين ما تجيبها بيها عواقب واخي. لازم يعني كلها مو زينه، هي بشكل عام كل شيء مو زين. قد ما صديقتي اي ندري شنو كلام الفارغ هذا. مشي على البطة، مشي على العليوي اكيس. نو نو ماي براذر رم نظر مظر. نزل هذا واحد قريب. طب واحد هنا تمام. اهلا وسهلا حبيبي. ناس مثلا خلنا نقول عندك، خلنا نقول بنين تحكي وياها على قد انه الحاجه اللي انت تحتاجها مثلا كبزنس او شيء. اوكي هي شنو تحتاج من عندك؟ خلنا نقول تحل مشكله او من هذا الكلام كله ورا بعد ما تلغون، يعني مو كل وقت تلغون. اذا تبغى كل وقت تلغي وراح يؤدي الى انا افيدكم، انا احسن من النساوين. النساوين ما يجيب لك غير دوخه راس، انا ما ابي عواقب. انا اعلمك الكلاس تكتل بالعالم والنص هذا كل عواقب كلها خير. انا وقع مباشرة هذا ندي يرمي عليه بالسنايبر. طبعا ما شايفين واحد يعلمكم على الوارزون بنفس الوقت يعلمكم على التجارب الحياتيه. يعني ما شايفين ايش مو والله.
والله شقيته خرب انه فريت الماوس فر الاخت كذب ما شاء الله شغلت الهاك شباب والحمد لله شكرا طبعا هذا التوفيق من الله تعالى من واحد يشغل الهاك بس اعتقد مسوي له نرف الستان مسوي له نرف اسست لا باكتلوز صعد هرب يومك يا بلش شوي اموت الحلو بالموضوع انه صار اكو درج بكل مكان وخايف يقتلني واحد جوس هذا قدامي احب السنايبر هذا كلش احبه ما ادري يعني هو من الله هيك الحب جايني ويا هذا السنايبر باكتلوز يصعد هالمره هو شوف لو الباكتلوز يصعد لو البينج يصعد لو السماوات تصعد ما ليش لازم اكو شيء يصعد هو لازم اكو شيء بالحياه يصعد ما قدام مباشره وش ليه خاطر هذا ايش كتله يلا قوم لا انحسبت لي كلها لا خرب يومه ولا شفته نايم جوا بالقاع فاز هذا كان اخر واحد لا يا الله عبالي اكثر من واحد بقاوا